المشهد اللي قبل الاولاني ده اللي قبل انتحار البطل على طول. شفت الواد ابو شخه كبر وبقى بيشطف نفسه. هو في ايه يا اخوانا؟ ناس ده ولا ايه؟ خد يا حتاتة. لو انتوا تبع المنتج انا مش ماضي عقد، ولو على تمن البريك اهو. ياض احنا اصحاب ابوكوا جايين من عنده في السجن. طب عايز اماره. بأماره لا مؤاخذه لوحمه اللي طالعه لك في المصلحه. وبنقول لك يا ابو احمد من وانت في اللاف. يا سلام، ما المنطقة كلها عارفة إن أنا عندي وحمة في المصلحة. أسره، سيبك بقى من شغل السيما وأنا هديك فرصة عمرك وخليك تفرقع بجد. تعالى لي بعد العشاء في السمان يوم الخميس. فين في السمان؟ جنب الوحمة اللي في المصلحة. انزل يلا. انزل يا يلا. لا إله إلا الله. فلوس الحشيش فين يا ده يونس بدل ما اقلعك اللي تحت كمان؟ واحنا في بينا الكلام ده نجم؟ انا كنت فاكرك مهديني بيهم. هديك بفرشه حشيش يا قفل؟ ليه؟ صاحبتي؟ اوعى تكون مفكر ان جو نطاط الحيط اللي انت عايش فيه ده هياكل معايا. تاكل معاك دي؟ انتوا واقفين تفرجوا بقى؟ هدوء! مؤاخذة يا عم محمد، كركب بالك القتيل ايه؟ مش هتبطل شقاوة بقى يا يونس؟ عمر الشقاوة ايه؟ عايشنا فرعون اصلي. عايزك في مصلحة. هستناك يوم الخميس بالليل في مزرعة السمان. ويلا اخفى قبل ما الواد يجيبك تاني. ما كنتش اعرف ان حبيب القلب اول ما هيغمز لك هتروحي له جري على طول كده. انا قلبي مات يا راضي. والواد الرمة ده ما بقاش يسوى في ذمتي نكلة. مصدقة نفسك يا دهب؟ أمال رايحة له ليه؟ عشان العشرة أخضر اللي هيخلونا نبطل نبقى رجوزات بتلم ملاليم ونسيب السيرك العفش ده بقى يا أخي. السيرك العفش ده هو اللي لمك.
بعد ما حبيب القلب طلقك وتجوز صاحبتك عليكي. دهب سيبك من فرعون، الواد ده ما بيجيش من وراه غير المشاكل، وعمره ما هيخاف عليكي زي عمره. بقول لك ايه، انا بعرف اخلي بالي من نفسي كويس، وفلوس المصلحه دي بصراحه تلزمني، لو مش لازمك ما تجيش، وافضل بقى فرقع بلالين في السيرك. سلام. البقين اللي حفظتهم لك ما تقوليش غيرهم، ده اذا اتسالتي اصلا. حاضر، اللي تشوفه. اعملي طقم شاي.